سي سليم امورك واضحه عاد سي بون بور ليكزامان ميديكال لي ديبلوم تردويهم اون فرونسي اون انجلي والبي 3 اي سيرتو ليكستري بونكاري لي كونت بلوكي عايشك اما ما تفكريش في الكونت بلوكي راني ما لميت الفلوس كان ما وجهي ولا في قفاي سي فري سون كاسحه شويه راني ماخذ قرض على حكايه وبقيت الفلوس متسلفه مع عند العباد ومخلي شيكات بلاصتهم تعرف شنو انا كان ما طلعش لكندا والله نباصي شوف وبكل يقعد كلام ليسونسيال تحط ساقيك لبرا ان شاء الله يا ربي لما قلنا هاد امورك مريقله يقعد ناقص كان تيست دو لونغ اي سي تو ما عديتو المره الاخرى تيست دو لونغ وقلتو لي باهي سافا هذاك التيست دو لونغ اون فرونسي لازمك تيست في لونغلي وكيما المره اللي فاتت اورالي يكري الرعادة ناقص كان تقولوا لي عادي تيست في لونغ دي سيني انا توا Apparemment, c'est une fracture. Hein? Fracture. Pour la conférence de presse, je suis allé à la maison, docteur. Je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Tu es صحافية? Malheureusement, c'est une grève de genoux, c'est une صحافية. Pourquoi malheureusement? C'est une grève de genoux, c'est une صحافية. Les journalistes tchéchiens, ils sont allés les événements, les raflés. Les festivals. Comment plus? Tu as eu le carte avec ça? ما بلوش دو ساعة توا عادة ولا السلطة الرابعة، شكون يحكي معاهم ترى؟ أهلا بالسلطة الرابعة، أنا السلطة الرابعة نتاعكم أنا السلطة الرابعة، ترى احنا عندك كبيرة باش نوليو الزوجة الرابعة. تمشي تخدم في مظاهرة تاكل تريح، تمشي تخدم في مسيرة تاكل تريح، تمشي تغطي في مدك مؤتمر كبير نتاع الحزب هذاك الحاكم تاكل تريح، تمشي نعرف تقف في ندوة صحفية هكا فهمني صغيرة تاكل تريح. إيفكتيفمون وليت نخدم ناكل في التريح، هاك ترى مشيت نغطي في مانيفستاسيون رصاتي مرة واحدة مدقدق. غالب سامحني علاش يضربوا فيك علاش هذيك دكتوره ما يعرفها كان المولى سبحانه تحب نحكي لكم نحكي لكم نحكي لكم واي جود كويشن بيكوز كندا ريسبكت ذا رايت اوف ذا مان ات ويل او ايل بي هابي تو ليف ذير واي كندا از ا ديفلوبد كونتري ات ويل هيلب مي اشيف ماي ambitions. Why? شنو هي بيا ما كبرش لي في الواي؟ هكا قدام كل ورقه فيها اسئله اخرين. باهي 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 باهي. Do you think you? بيومي ارجع الواي خير. باهي نرجع الواي. ارجع الواي. Do you think why why? Why why? بطلت همش قاعد في وجهك مش ماشي كندا وا نلقى روحي اخوك في البوليسيه منا فهمت والمتظاهرين منا نتلفت هكا هكا نلقى روحي اخوك انا في الوسط قلت انا معناها محايد نخدم على روحي شنو دخلني تلفت لي واحد من البيت قال لي اه واي انت شكونك نزل راسي بكل فخر واعتزاز دكتور قلت له انا صحافي وعلى كلمه انا صحافي مهرجان نتاع ضرب من واحد مع مرته وصغاره بطل كل شيء قال هذا صح نبدا هذاك كيفاش سلكت؟ زميل من الجزيره حز عليا ايماجينا الصحافه الاجنبيه ولا تتحس على الصحافه المحليه اي وي اي وي الله غالب شوف دكتور برجع ليه خلينا نعمل تنقيزه نمشي نكمل خدمتي على روحي وبعديك زبس ولا دبر راسك ولا عمل امبوسيبل قبلت كان تخرج هكا تولي اونديكابي معاق شوف دكتور زبس دكتور اختم على روحك Do you think that you can adapt to Canadian society? Of course especially since the Tunisian society is not much different from the Canadian society Okay, very good Second question And what do you know about the Canadian society? The national anthem Very good Okay, one more time. Do you think that you can adapt to Canadian society? Of course. Especially since the Tunisian society is not much different from the Canadian society. And what do you know about the Canadian society? The national anthem. Very good. يا أهلا بالأخبار السارة. شبيك تلهث؟ هارب من الحاكم يا أخي؟ آسيا، خرج لي برونكار برا. عندي أكسيدونتي في الكهرباء. وهذايا كي جوج مع السفارة مدورة استنى
يخدم في السفارة هو؟ يخدم في السفارة هذا سفير كندا كله. يا سفير كندا مش بيه أزرق؟ يا أخي مش نعمل معه أحمر؟ وي؟ وي؟ نو شكون؟ في الكلينيك متاعي؟ نو تفبتني اللي هو سفير كندا؟ اي سي توفيق اسمه شارل بوشار بروفيسيون امباسادور دو كندا ان تونيزي ناسيوناليتي كنديان بطبيعة ناسيوناليتي كنديان من تحبو سفير كندا جاي من جربة وين صار الاكسيدون؟ سي توفيق حسب العون صار في طريق قمرت بكرهبة السفارة وخلى عندي الاوراق باش ما يضيعوش صافا صافا سي توفيق عنده جوست دي بليسور سوبرفيسيل في الوجه وفي اليدين و اون توت بوتيت فراكتور في المشوار انفيريور دونك مش نجم نتكلم ديسي 3 جوغ سي جلال توفيق تهنى تهنى بهشي سي توفيق ما عندك انا رجال تهنى من توا نحبكم تسيبوا كل شيء وتلهاو كان بي هو اللي تعلمتوه الكل تحطوه يعيشكم يفضلكم راهو مستقبل البلاد مستقبل الكلينيك بين يديكم وكنسيلوا اي تضعفات تجب تولينا ازمه دبلوماسيه ازمه قلبيه سي توفيق اكسلانس مسيو الامباسادور او نون دو توت مون ايكيب اي دو موا ميم جو فو سويت لا بيانفوني سويي اسوري كو نو زالون فو بروديغي لي ميور سوان Bien sûr, Et je vous souhaite un agréable séjour. Parmi nous. Si Warou Najla, même si Rawa Hana, hein? Najla, Bayoumi, que le mkhammat avec Safir Canada. اي نعم هاك عاد كنت حاب السفر يجيك يعرضك في الكلينيك برا توا عاد سليم شكون كيفك جاتك الفيزا تجي على ساقيه سليم تمشي تنسى خوك بيومي في كوليك توصل كندا بيومي راني عديت معك احلى لحظات حياتي اللي بيناتنا عمري بالعمر اللي نجم ننساه نعرف صاحبي رجله شفت وجهي هذا اي وراسك اول ما نوصل كندا هاك مازلت تشوفني سليم نسيت كي تحضر معايا في الواية تستاهل سليم برا البيت صيفي وامشي على تراتش صوابعك باش ما تفيقوش واعمل تكحيل على دبوسة سيرام وحل فردة الشباك دو بلاش خلي البيت تتهويلو وسكر لي بوتون بتاع التابليه راجل مش ناقص راه عسيمة سمعي سمعتك قلت سفير شنو سفير؟ ما هو سفير الكندا راقد عنا في الكلينيك سفير الكندا وش عنده؟ و ما سمعتش ما هو عمل اكسيدون امبوسيبل واش نسكي خطا اكسيدون ولا محاوله اغتيال بون انا اللي سمعته انه كرهبته دخلت فيها كاتري اما نعرفش عاد في سبرهم يتسمى اكسيدون ولا محاوله اغتيال حضرتك قلت كالي توت سويت سي توفيق سي توفيق عسام سامحني انا الجورناليست اهلا الصحافه صحافي على شيز رولونت موسيني مالوغوزمون سامحني سي توفيق بلاش ناس يا اخي بالحق سفير كندا عندكم لهنا في الكلينيك اه وي 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 سفير كندا اون بيرسون وي وي انت وين ماشي انا والله باش نمشي بدل الفاصمه سا تون بيان في ثنيتي اي ميرسي عايشك تعرف مش اول شخصيه تجيني للكلينيك عندنا برشا وزراء يجيو لهنيا ويداويوني بحدنا وزراء قدم بيان سور مي كومام سمعت الكلينيك هي اللي تحكي مش انا تعرف انا حبر ما شفتك قلت هدايا صحافي طموح عايشك وكان تحب حبر ما يفيق ساعات السفير نجم نخليك تعمل معاه انترفيو وبالطبيعة عادة أنت من ناحيتك تسمى تقول فينا كلمة حلوة في الجريدة بتاعك من غير مجاملة ومن غير إشارة كلمة حق كلمة حق أما لا أنا مقصد شاكر فبني شوف أنا سي توفيق الانترفيو كم ناخدوش في الدزين والحظبة ما يحلليش أما حبيت نسك يا أخي أنت معنا شنو برنامجك؟ برنامج؟ أنا ما عنديش برنامج بتاع شنو؟ ما تقوليش عاد ماكش محضر روحك للتلفاز والاذاعات اللي مشي تجي تصور والكونفرنس دو بريس اللي مشي تعملوا لهنا في الكلينيك نتاعك هذا بيان سور بعد ما يخرج السفير لاباس ويجيو الوزراء
عندك مثلا وزير الصحه وزير الخارجيه وزير الداخليه توصل لي سي توفيق حتى لرئيس الدوله معناه اسم كلينيكك مثلا يولي يهبط في ريفي ميديكال اسمك يولي لعلع في لي كونغري ميديكو المجد يستنى فيك يا سي توفيق راه سي توفيق مش دزني نبدل فاس ما بطلت مش لازم بون نكلمو عنا دونك محس ام 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 لا وي الو محس اسمعني نادر معك شوف اسمعني صاحبي تخلي لي ارتيكل في لا اون اي ثمانية سطورة وتحط لي خويا في تيتر اون غرا ايتاليك بوليس تايم نيو رومان تاي 32 اوكي وتكتب لي بالبند الغليظ العريض سفير الكندا بتونس يتعرض لحادث مرور غامض. سي توفيق كيما تفهمنا في الكوجينه كلهم دي روسيت كنديان. شو هذا؟ ملوخية سبيساليتي كنديان لي سي توفيق هذاك عشيئين ظهر لي دخلت مع الطبقة الأخرين سير باش خلي ذوق شوية سبيساليتي تونيزيان ليش باش نتعشى سي توفيق عشية هذيك عشية راه إكسلانس voici votre dîner Le tourisme médical, excellence, est un secteur d'avenir, vous comprenez? J'étais فقد فيه نقص شي حاجة ما لهالي سي بون كل شيء مريكل ما تستحقنيش في حاجة يا توفيق اوكي ما تستحقنيش Je ne vous cache pas, Excellence, que moi-même je possède un grand terrain à la montagne avec une vue imprenable, un environnement privilégié. Et là, je vais construire ma deuxième clinique. Mais malheureusement... Malheureusement, les banques aujourd'hui ne veulent pas prêter de l'argent. J'ai pensé, Excellence, que peut-être les investisseurs étrangers et canadiens plus particulièrement pourraient s'intéresser à ce projet. Qu'en pensez-vous? Excellence. Oh, peut-être, Excellence, voudriez-vous manger une petite frite? خمسة وثلاثين دينار دجاج ولحم وبرا شوية حوت باهي أربعين مية سبعين في خلاصك ماهوش كامل تين قبل الاعتصامات والمظاهرات وعيد الشغل مية وثمانين دينار في البروت كيف باش نكملوا الشهر سمعي تعرف معنى واحد كيفك انت في الكندا قداش يخلص قداش يخلص عندك سالير مينيموم 4000 دولار كنديان قداش يطلع بالتونسي؟ هذوما يطلعوا بالتونسي تقول انت 7 مليون و500 7 مليون و500؟ معناتها هما والوزنه نتاعنا بريس كيف كيف. شوف انت دار فيه عارفك ماكلك في حقك. اي ماكلني في حقي. كي تقارني بيومي بتاع الكندا ماكلني انا بكلي. شنيا؟ زياده في الشهريه. خرج علي البر خرج. وشكون عادة يحكي على الشهرية؟ مسيو بايومي اون شير اون اوس تحمدوا ربي لان قاعد نخلص فيكم، لو كنتم في كل شيء، هاو عيد هاو نهار حد هاو مناسبات، الدولة تعيد وانا نخلص. حتى عيد الشغل كان حتى ربي راكم تخدموا فيه بلاش، قاعدين راقدين في دياركم، خرج علي.
سيد فشاري دخ سكر الباب وراك سيد فشاري بطك مسيو الامباسادور مو بايومي شوفور امبيلانس لاف امبيلانس لاف بلانكا لاف فيسيل جيتو الكلينيك هذا الكل سير مون دو مسيو الامباسادور Je vis avec ma mère tête à tête. On a déjà eu. Fais confiance. T'hanna, ma ande ken rjel. Je veux aller là-bas, Canada. Ou hafid nashid l'watani l'Canada. Je t'jure, ma ken rjel. Fais confiance, t'hanna. وأفاد شهود عيان أن صحة السفير مستقرة وهو يتماثل للشفاء. شهود عيان يرزي في عينيها كالصحافي قد ما عاونتو ما ينجمش يكتب اسمي تي حتى شهادة عيان. اسمع آسيا، انت علاش ما تخش تحكي مع السفير؟ بلكش ندبر فيزا لكندا. تعرف انا كان مش ليكيفالونس شدتني هوني راني كلمته. وعلاش نتغرب وخايتي؟ شبيني قطعة حبل هززها الواد؟ ما عنديش اون في بريفي انا في بلادي نخاف عليها. انا نشوفوا فيها البي بريفي قاعد كانت فشفش علينا انت يا بنتي. قال لك غاديك الوحده مينيموم عندها دو في بريفي، ما عجبكش هذا تمشي للاخر وانت على من ترزق ربي. هي منتي هكا عاد ما تحبش تغرب. ليه عاده مش ما نحبش احكي لك حكايه. جارتنا عم ناول مشات لامريكا زعما فاكونس اي بان دو فين كوا روحت كات باستيك. خذيت امريكاني؟ مين خذيت صومالي؟ يا بنتي غادي راهو رجالهم مش كيما هوني الفقر وفرعنا. ليه؟ غادي رجالهم كلهم سيريو. شو سي تري سام، قابلتو في قهوه عجبك عجبتو تروحوا كاتبين صديق ستريت تو ذا بوينت. اي اما هاو قال لك حرام تاخذ واحد مش مسلم. يا بهلوله مو انت يسلم على يديك بعد احنا توانسه نبصم لك ينتقش هيدا من الجمعه الاولى. رزينا الحكايه بصراحه. انت ايش خاسره تجرب يا آسيا. لي نجلة ما نجمش. ماك تعرف مشكلتي في الحياة خشمي، كرامتي فوق كل شيء. Monsieur l'ambassadeur, je pense que vous avez passé un temps agréable dans la clinique. Je ne vais pas parler des roses que je l'ai portées, ni des plats canadiens que j'ai supervisé la préparation. Ni l'odeur du jasmin qui flotte dans la salle. Je dois pas parler de tout ça parce que moi, je suis pas opportuniste. Je voudrais juste que vous me donniez l'honneur de visiter le Canada pour passer la vacance ainsi que pour l'échange de la culture et de l'expérience. Et surtout, rassembler les 10 peuples. Thierry, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Nasser, tu as vu que le rajout de la sphère. Oui, j'ai vu. عاش باش نكون مغريتها تشوف فيها هذه كلها الجحاف فين كان شوقي بركة يستحق الفيز. ناصر عايش خو لو راجل واصل تي نعرفك انتي بمتازش حتى من قصرنا بلا غالب الوحيد من صحابي قاري سيزيان وتاجي بسوري مريكل. اي مسيو الامباسادور جو سوي اون شوماج دوبوي مون انفونس او سكور موا. Oh mon Dieu, je suis vraiment dans la misère, monsieur l'ambassadeur. J'ai tenté de me suicider plusieurs fois. Regardez mes bras. Regardez, monsieur l'ambassadeur. Regardez, monsieur l'ambassadeur. Et imagine la souffrance. Thierry, جبتك باش تحكي علينا ولا تحكي على روحك؟ يلا غالب ما نشوفش شد روحي. تي مهبول في مخك يا اخي تعرف في روحك الامباسادور يا اخي تحبهم يطردوني. ايش تحبني نعمل؟ ناصر بنروح. ناصر اي جاني هاك 10,000 ناصر ايش هاك الباك الدخان بيتي قالوا روح بيه
براو. آسيا سرحانة، إيش مشايبك؟ آسيا، قدم لك سيد رئيس مركز. الشامبر بتاع السفير قداش نمرها؟ Monsieur l'ambassadeur, vous savez pas combien je mérite ce visa. J'ai passé 3 ans dans les déplacements. I spent 3 years entre les ambassades et les consulats. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai aucun avenir dans ce pays. No future. L'immigration est mon seul espoir. Votre Excellence, les gens me disent que je poursuis un mirage. Mais ce mirage est mieux pour moi que de d'attendre sur les débris et d'attendre la mort. Bravo, bravo. Je travaille avec moi sur Ali Benayed et je n'ai pas de bérige. خسارة يا سيسلي، السيد هذا يطلع ماهوش سفير وعمره ما خدم في سفارة، هو خدام حزام من نوع آخر. أنا بيدي عداها عليا، مش هكا يا جماعة؟ أنا من الأول شكيت فيه عربي، غزرته ماضية. وأنا في بالي باش نكون في كندا، يا أخي طلع سارق. ما فهمتش الحكاية شنية. السيد هذا طلع سارق كرهبت سفارة، وبزهر أوراق سفير غادي، الكارت ديدونتيتي والباسبور، وكي عمل الأكسيدون وجهه كل تغطى بالدم. هكا هو سي سرحان جابونا يجري سخالو سفير. وطبعا السفارة قدمت بلاغ هي بالسرقة، وزيد المقالة اللي هبت في الجريدة عاوننا باش نعرفوها. أمانة من الأول الحدث نتاعي قال لي إني هذايا ماهوش سفير كندا، وطبعا يعود الفضل طبعا لتوجيهات سيد رئيس المركز. استنى استنى ظهر لي باش يقول حاجة. Entrez, faites comme chez vous surtout. Lunette, je vous les brancards à l'an. Asia, réservez les chambres single le fouk. J'ai peut-être comme Saphir France Sabido, je devais entendre. Oh, souk, chef de danse en Amahali. En rabbin, staff le poteau. Staff le poteau, sabbata. Saphir France. Aïe, n'est-ce pas? Slim, achète allez, sans cœur, je n'en ai pas de temps. Ryomi. Anna. معاش عيني بحتى فيزا. الولاد شنو الخدمه ذي؟ آسيا كلم لي سي توفيق حالا. آسيا سي توفيق جابك ربي. سي توفيق سي توفيق سي توفيق جبت لك سفير فرنسا بيدو باش يداوي عندكم، عمل اكسيدون. سفير فرنسا؟ بيان سور. والله لا تحشم. سي توفيق كيس كي سباس؟ مسيو الامباسادور با دو بانيك، ايسي موا جو جير تو. Monsieur l'ambassadeur, je me présente. Je m'appelle Sarhan. Sarhan, ça veut dire le pensif. Vous savez, la France, c'est moi. Il y a un Zrok. 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 Il y a Sarhan, on est Jake. Le cheval François Mitterrand. Yasslim, c'est le broker. Oui, c'est Tawfiq. Tu es là. Le roger de la France. يا سرحان